عودي معكم للمتابعة. نحن اليوم تكمشنا بماي الحقنا وتلقطنا فيها، ما رح خليها تفل، رح نعمل حلقة نحن ويكون سيجمنت ولادي بالدنيا، ومن بعدها رح نروح على بيت بيوت ونحكي عن العلاقات الزوجية. أما موضوعنا بولادي بالدنيا رح بيكون متشعب شوي وأسئلة من وين ما كان، وفي بعض الأسئلة طبعا وصلتنا منكم رح نحاول نجاوب عليها. ولادي بالدنيا مع مايا. صباح الخير مايا. صباح النور جزار، كيفك؟ كيفك انت؟ تمام ماشي الحال. مايا كنا عم نحكي من شوي انا وكارلا على موضوع الدايت، باي عمر ببلش؟ في صبيه تلفنت انه 4 سنين بنتها بتاكل بطريقه يعني في عندها شهيه كتير كبيره وعندها زياده وزن، وهن توينز والاخت الثانيه لا بقى كمان انه هون حساسه حتى كارلا كيف شو تعمل، ولكن نفسيا بعمر 4 سنين او بعمر 9 سنين اللي هي بمرحله التحضير للبلوغ، هل نفسيا مسموح نقول له للبيبي يعمل دايت او نعمل له دايت ونخليها هالقد محروم من الاكل حواليه؟ ما فينا نحكي عن دايت بهيدا العمر كدايت، يعني هلا انا رح احكي شوي عن التاثير النفسي مثل ما عم نقول، مش عن نصايح غذائيه بس، بمعنى انه ما بقدر انا اجي بهيدا العمر الصغير يكون عندي اسلوب فرض، يعني انا افرض على الولد امور معينه بكل حسم وخلص، يعني يكون قاسيه بهيدا الموضوع. انه انا برايي انه التاثير النفسي بهيدا الحاله، لانه نحن انا بتكون عم بعمل هيك مع الولد عم بعمل فرستريشن كثير كبيره للولد، يعني احباط كثير كبير للولد، ممكن تعمل رده فعل عكسيه، ممكن بنظرته للاكل وبتعاطيه مع الاكل وبحبه للاكل وبحبه لجسمه اذا هو اكل بعدين، يعني بوقت لاحق هون بيصير في اوقات مشاكل معينه، مش ضروري تكون انوركسيا او مش ضروري تكون بوليمي، بس بتكون تشبه يمكن الانوركسيا والبوليمي، بمعنى انه في كثير امور نفسيه مثل الاحساس بالذنب، يعني الاحساس بالذنب وقت واحد بياكل، الاحساس بالذنب يلي بيوصل لكثير اوقات لكثير نقاط بردو او لكثير اشياء، يعني مش بس مثل ما عم بقول بيوصل لبوليمي او لانوركسيا. خلينا نوضح، البوليمي هي الاكل بشراهه وبكميه كثير كثير مبالغه وبعدين اللجوء الى التقيؤ تتخلص من اللي انا اكلته، والانوركسيا الامتناع عن الاكل بشكل كمان كثير مبالغ وبيخسروا كثير من وزنهم، وبيؤدي هالشيء اكيد لاوقات كثير لهوسبيتاليزاسيون، يعني بفوتوا على المستشفى بصير بدهم تريتمنت خاص والى اخره. فاذا حتى الاحساس بالذنب جوزيف ممكن يؤدي هو لديبرشن، ممكن يؤدي لحالات من الاكتئاب، ممكن اوقات الضغط اللي كثير كثير قوي بقصه الاكل مع الاولاد بهالعمر المبكر يخلي الولد يعملوا الاشياء ان كاشات، يعني بالتخبيه عن اهلهم، يعني يفوتوا ياكلوا بدون ما ماما تشوفني، افتح الجرور اخذ شيء من البراد بلا ماما تشوفني. فانا برايي انه بدنا ناخذ موقف معتدل من هالموضوع، يعني بمعنى انه ممكن الاهل هن اللي يعملوا رجيم اليمنتير او نظام غذائي معين بالبيت، هن يخففوا من الاشياء اللي كثير فيها يمكن فات مثل تشيبس او مثل شوكولا او الى اخره، بس بطريقه غير مباشره، يعني انا ما بقدر اجي اكون كثير حاسمه وقاسيه وافرض على الولد بحسم وباساوي كثير انه ممنوع تاكل من هاي وما في تاكل من هاي، يعني انا عم بحكي عن العبارات اللي ما بقدر استعملها. هلا انا اكيد منه اختصاصي بعطيك رايي الشخصي بهيدا الموضوع، انه اكيد مفروض نعمل شيء، رايي كأم يعني انه اكيد نحن مفروض نعمل شيء، مفروض نراقب النظام الغذائي، مفروض انه نحن انا كأم كون عارفه انه عم بعمل دايت. نفسي معك مايا، لانه كارلا اوريدي قالت وجاوبت على هالموضوع هيدا من ناحية الغذائية، ولكن تأثير النفسي، التأثير النفسي إذا بدي أكون حاسمة سيفير، يعني بدي أكون حاسمة وبدي أكون قاسية وبدي أستعمل عبارات فيها ممنوع ولا وأنا ما رح خليك تاكل شوكولا وكل هلا كل هالجمعة ما في شوكولا، يعني بعطي مري بقول له مسموح حول لك، بجرب إنه أنا أكون المثل يلي بده يقلدني، يعني مام تعا حتى مثلا هاي دول فيهم 2 بارز، تعا كل حدا منا رح ياخد 1 بار مثلا، بعدين بجرب انا انه اعمل اشياء مهضومه بنسميها بيهيفيرال، يعني هي سلوكيه بتشجع الولد انه يفوت بالدايت، يعني انا بكون كأم عارفه انه عم بعمل دايت لابني او لبنتي بس كون عم بشتغل نفسيا على الموضوع، مثل مثلا طريقه انه نحط التفاح او الفراز او وات ايفر بهول الستيكس تبع الباربيكيو مثلا، يعني بتحيل على الولد
واذا حسيته عم بيزيدها بدي اعرف وصل له المساج بانه لا انه اكلت كثير ما عم تعطى ناكل غير شيء انا وياك مثلا. هلا العلاجات السلوكيه بهيدا الموضوع كمان جوزيف بترتكز اكثر شيء انه نحن ما بعرف ذكرلا بتوافقنا بنبقى بنحكي انا وياها على الموضوع بس انه نحن ما نحط بمحيط الولد اشياء تعمل له تمبتيشن او تعمل له اغراء انه هو ياكل. يعني ما بقدر اجي انا حتى اذا عم بحكي عن ولد عمره 8 9 سنين اقول له انه لا عم تاكل كثير شيبس وما بيسوى للصحه وهالكذا بس انه يكون المطبخ مليان شيبس او المطبخ مليان شوكولا. يعني دجال الشخص الراشد ارادته ضعيفه قدام الماكولات الطيبه. شو عم نحكي عن ولد بالنهايه؟ بس في فرق بالاعمار جوزيف. يعني انا عم حدد هون جوابي اكثر شيء للاعمار اللي بتتراوح بين 4 سنين و6 سنين. لا. بس نحن وقت نكون عم نحكي عن 9 سنين او عن 10 سنين صار فينا نكون برسائلنا اللي عم نقولها للولد مباشرين اكثر. يعني اكيد يعني صار بنقدر نقول لبنت عمرها 9 سنين انه مام بدنا شوي نظبط جسمنا لحتى نقدر نشتري هيدا الجينز الحلو اللي على قد الجسم، انت بتنبسطي اكثر هيك، بتنبسطي اكثر بالمايو هيك احسن، تعي انا وياك نخفف جاي الصيفيه الى اخره. يعني بدي صادقه لكون صديقتها للبنت. ما بينقلوا للاربع سنين خمس سنين اكيد ما بينقلوا للاربع سنين خمس سنين بتصير تفهم وتتسوى 100%. هلا في شغله كثير بدنا نتجنبها نفسيا بما انه عم نحكي عن العواقب النفسيه نحن، هن الملاحظات الجارحه والسلبيه. يعني يلي اوقات بنقولها قد ما بيكون طلع خلقنا وبنكون ما بقى عم نعرف كيف نتعامل، مثل انه مثلا مش شايفه جسمي كيف صار، هيدا هلا جبت لك اياه جينز السنه الماضيه، هلا ما بقى عم بفوت فيك، مبسوطه بحالك هيك، هول عبارات بحطمه، يعني هول بيعملوا ليبلينج للبنت، بتصير البنت فعلا نحن عم نساهم كاهل انه يصير عندها ايماج مشوهه او صوره مشوهه عن جسمها، وهول بس يتكرروا كثير. بس ما على جسمها انه عندك وجه حلو بس انه لازم تنتبهي لجسمك كمان، القصص هيدي يعني بعمر الاربع سنين ولا هودي بعاد عن الموضوع؟ بقدر انه انا بطريقه غير مباشره اللي عم بتقوله صحيح وبقدر كثير اعمله، بس اول شيء مثلا بقدر اعمله من خلال قصص، بقدر اعمله من خلال هلا بتعرف الجيل الجديد صار مفتح خلينا نقول، وخاصه البنات اللي عندهم اخوه بالبيت بنات صاروا بيحضروا تشانلز ما بقى كلهم الاربع سنين والخمس سنين قاعدين عم يحضروا كل وقت تيجي او نيكلوديون او تكرتون، يعني صارين عم يحضروا اشياء شوي اكثر فيها بيرسوناج حقيقيه اذا بدك. دونك بقدر كمان انه انا شوي ناقش مع الولد انه ليك تنورتها شو حلوه، ليك جينزها شو حلو، نحن كمان بدنا نشتري مثل هاي التنوره. هلا بنقدر كثير انه نبلش بهيدا العمر جوزيف يعني نحكيهم عن قصه انه الشوكولا قد ايه بيضر مثلا، السكر قد ايه بيضر، قد ايه بنكبر اكثر اذا اكلنا فواكه، قد ايه بننمى اكثر، قد ايه بنصير نعرف نفكر اكثر بالمدرسه، بس اكيد بطريقه تدريجيه، منا معلومات انا بدي اجي كبها هيك للولد، يعني هيدي معلومات تدريجيه، وبهيدا العمر انا كثير بركز انه نستعين بامور نظريا ملموسه، يعني نعمل ريسيرش انترنت نحن والولد، نفرجيه صور معينه عن السكر، الاشياء اللي فيها سكر، الاشياء اللي فيها هيدا، الولد ما فيك تشتغل معه بطريقه ابستراكت يعني مجرده بهيدا العمر، الولد بده يشوف، بده يلمس، بده يلمس وبده خبريات، يعني بده دائما الولد بهيدا العمر بيعمل ايدنتيفيكيشن او بيعمل تمثل بابطال معينين لقصص، مشان هيك يلي بحب دورا او يلي بحب قصص جولييت او وات ايفر، لما انا رح اجي ركز على قصة انه لما اكلت كثير مثلا دورا هل من هالمأكولات اجت بدها تروح كانت عندها تنورة بينك هي كثير بتحبها اجت تلبسها خزقت التنورة هي عم تلبسها وصارت تبكي مثلا، مثلا قصة مثل هي على حدا تاني يعني فوالا، لانه القصة يعني الولد كثير بهيدا العمر خبرية ان شاء الله تكون عم تسمعنا هيدي الخبرية بتصور مفيدة شوية. يعني الولد كثير بحب يتمثل بهيدا العمر بيعمل ايدنتيفيكاسيون، بدي انا اشوف شو نقاط الضعف عند الولد واشتغل عليها واتجنب انه انا بلش اخلق له صوره مشوهه عن جسمه، هون الخطوره. لا. يعني هالولد بده يضل شايف انه انا اشعته حلو بس هو في يكون احلى، في زبط اكثر، عرفت كيف؟ وابعد عن المقارنه، ابعد عن التحطيم، لانه كثير بنشوف بعدين اذا كثير هلا مره مرتين ماشي الحال، بس اذا انا عم بعتمد هيدا الاسلوب مع بنتي كثير بنشوف بعدين بالمراهقه انه البنت مثلا بيكون جسمها كثير مقبول وحلو وما في شيء، بتلاقيها انه كثير مركزه على الارداف، كثير مركزه على المؤخره، كثير عم تتطلع شايفه حالها انه جسمها مشوه وهي بتكون اتس نوت ذا كيس. يعني قلتي فرستراسيون يعني او بيصير عندها القمع، هالقمع فوالا، هالقمع اللي عم تحكي
عنه بيودي لوين؟ بيودي للواحد يصير مستلشئ ويصير تزيد من الوزن وما تقعد تسأل على جسمه، ولا القمع بيودي لمشاكل تانية، مشاكل جنسية، مشاكل تعاطي مع الآخر، تواصل مع الأصحاب، مع المجتمع، مع المدرسة. ولا هلا اول شيء مثل ما قلنا القمع ممكن يؤدي، بنركز على قمع. نعم. يعني مش عم نقول انه ما تعطوا ملاحظات لاولادكم، عم نقول نعم. القمع يعني اول شيء انه العلاقه مع الاكل بتصير مش مزبوطه. نحن نعم. بنعرف انه الاكل هو لذه، واذا بتجي بتفتش انت بهالاعمار الصغيره شو لذه الحياه بالنسبه للاولاد، لذه الحياه ثلاث اشياء بالنسبه للاولاد بهالاعمار الصغيره. لذه الاكل اكيد، يعني اذا الولد عم ياكل شوكولا يا لطيف مالك الدنيا انه هو عم ياكل شوكولا. لعب هو لذة من الحياة، ولذة الحياة هو وجوده مع أهله، هو هي فيل سكيور، بحس كتير أنه هو بأمان لما بيكون موجود مع أهله. نعم. أنا وقتها بدي أجي عم بقمع أنه لا ما تاكل، ما بيسوى تاكل، عم بسحب منه، عم بسرق منه سرقة بشكل شوي عنيف، هاللذة هاي هيدا مصدر لذة، لأنه هيدا الولد جوزيف هو بعده عم يتعرف. أنا دايما بقول لهم أنه الولاد ما بيعرفوا شيء، إجوا على الحياة نحن نعلمهم. نعم. إذا أنا معطيت لبنتي هالنوع من الجاتو وهالنوع من اللحمة وهالنوع من الخس وهالنوع من كذا، بنتي ما رح تعرف ولا ابني رح يعرفه. مسؤوليتي تجاه ولادي أنه أنا أعرفهم على كل شيء بالحياة انكلو الاكل، لانه اذا انا ما عرفته هن كيف بدهم يعرفوا؟ سو ما بدي اقمع، لانه بعدين بياثر انه هن يكونوا بيكون في قمع او بيكون في احباط. في فاذا انتقاص كثير بيكون مهم من الشعور باللذه، والانتقاص هيدا ممكن يشكل عدم رضا عن الذات، ممكن يشكل دائما رغبات معينه ما قدر الولد يحققها، وهيدا الشيء ممكن يؤدي لمشاعر احباط يلي هي مرتبطه بزعل، مرتبطه بكآبه. عم كون كتير دقيقة بحكي، ما بدي المشاهدين يفهموا انه كل ولد بقول له هلا اترك الشوكولا، ما تاكل شوكولا اكلت كتير اليوم رح يصير عنده ديبرشن، مش هيدا اللي عم نقوله نحن. حد مثل عم بقول الكلام يكون هالقد قامع مثل ما كنا الكلام قامع فوالا. هلا مثل ما بتعرف القمع بالاكل وبغير الاكل رح يؤدي اكيد لمشاكل اجتماعية بعدين، هيدا شيء مؤكد يعني، فمشان هيك بدنا نلاقي دائما حل وسط بكل شيء، النص بدنا ناخذ. مايا رح نرجع بنكفي بالموضوع ان شاء الله يوم ثاني ولادي بالدنيا، بس هلا رح ناخذ بريك وبعدها بنرجع معك كمان، ولكن مع بيت بيوت. بريك وبنرجع.